ومن موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والمواقع الإلكترونية الصادرة لهذا اليوم. البداية ستكون مع صحيفة الشرق الأوسط. وسطت ميقاتي تمهد لفك إضراب المصارف اللبنانية في بيروت. فكتب الصحفي علي زين الدين: حال الترقب لنتائج المساعي التي يشرف عليها شخصيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والهادفة إلى إنضاج تسوية عاجلة للنزاع المحتدم بين جهات قضائية وإدارات مصرفية، وذلك على خلفية طلبات بكشف السرية المصرفية عن حسابات رؤساء ومديرين وحملة أسهم في عدد من المصارف. وقد علم أن ميقاتي أوكل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عبيدات مهمة احتواء تفاقم الكباش المشهود بين الطرفين وتداعياته، لتبدأ بالفعل جولات تفاوضية مباشرة تشمل خصوصا النائب العام الاستئفي في جبل لبنان القاضي غاد عون وعددا من محامي المصارف. ويراجح أن تلاقي جمعية المصارف وفق هذه المصادر هذه الجهود لاستكمال الاستجابة لطلبات القضاء بإعلان فك الإضراب العام المعلن والذي أنهى أسبوعه الثاني، مما يشكل حافزا إضافيا لتحقيق مزيد من التقدم في مهمة التفاهم. كما طبعا حاكم مصرف لبنان كان قد دعا اليوم إلى اجتماع للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في هذه الإجراءات والتي جرى بحثها سابقا في الاجتماع المالي في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي لمحاولة إيجاد حلول لاحتواء الأزمة المالية. أيضا سنبقى مع صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت: الوطني الحر يطيح بورقة التفاهم مع حزب الله وبتجاوز رئيسه. فكتب الصحفي محمد شعير: طبعا نصر الله ربط استقباله لباسيل بضم فرنجي إلى لائحة مرشحيه للرئاسة اللبنانية. فقد كشف مصدر قياضي في الثنائي الشيعي أن الخلاف بين حزب الله وبين رئيس التيار الوطني الحر انفجر عندما اتصل الأخير بمسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وهو طلب منه ترتيب لقاء يجمعه بالأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله للتشاور معه في اللائحة التي أعدها بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية. وقال المصدر للشرق الأوسط أن صفا استفسر من باسيل ما إذا كانت هذه اللائحة تضم في عدادها اسم زعيم تيار المردة سليمان فرنجي، وكان جواب الباسيل بحسب المصدر القياضي بأن اللائحة تخلو من اسم فرنجي. لفت المصدر إلى أن صفا قال صراحة لباسيل بأنه لا ضرورة في المدى المنظور لقائه بالسيد نصر الله طالما أنه باق على موقفه، وأكد بأن الاتصال حصل بينهما في بحر الأسبوع الفائت. وأضاف المصدر بأن المصدر القياضي في حزب الله بأن باسيل أبدى رغبة بلقاء نصر الله بزريعة استنتاج رأيه بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية. من صحيفة الشرق الأوسط سوف ننتقل إلى نداء الوطن: حرب كواليس تطل برأسها بين المصارف، عونيون في قوائم السرية والتبييض، فماذا ستفعل مدعي عام الاستئنافي القاضية غاد عون؟ إذ ينذر ملف إضراب المصارف بتداعيات متفجرة، وهي لا تقتصر الأمر على مصرفيين فقط بل يشمل شرائح موظفين في القطاع العام، إذ أن بعض المصارف لا تتوانى عن التحذير أو التهويل من أن في القوائم أسماء عونية، منها من هو في عالم الأعمال والصفقات إضافة إلى معنيين بتحويلات خارج لبنان، فضلا عن من استفاد من الهندسات المالية لا سيما أحد المصارف المحسوبة على التيار الوطني الحر. تبدي هذه المصادر خشيتها من ذهاب الأمور في اتجاهات غير محسوبة، ما دفع بمصرفيين إلى اللجوء إلى قياديين في التيار الوطني الحر لتحذيرهم مما قد يكون في الصندوق العجائبي إذا فتح. وقد أكد مصدر واسع الاتصال أن قياديا كبيرا ويرجح أن يكون هذا القيادي هو النائب جبران باسيل قد قال للرئيس السابق ميشيل عون إن القاضية غادة عون لا ترد على أحد، فرد عليه الأخير: إيه شوفي أنا أعمل لك. سوف ننتقل الآن إلى موقع أساس ميديا. فكتب الصحفي والإعلامي سامي كليب: نصر الله يهدد وإسرائيل تضرب، أتندلع الحرب؟ فلم يكن من قبيل الصدفة أن العدوان الإسرائيلي على سوريا جاء بعد يومين فقط على خطاب الأمين العام لحزب الله وتهديده للأمريكيين. فالأخطر بالاستهداف الأخير هو الوصول بالقصف الصاروخي إلى قلب منطقة كفر سوسة التي فيها مربعات أمنية وربما كان فيها مسؤولون إيرانيون
أثناء القصف، غير أن هذا العدوان يتزامن أيضا مع مؤتمر ميونخ للأمن، ويتزامن أيضا مع تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن أن إيران تهدد محيطها الإقليمي وتسعى إلى زعزعة استقراره. بالإضافة إلى هذه الأسباب يضاف إليها أيضا بأن هذا العدوان يندرج في سياق حدثين أمنيين لافتين، الأول هو التفجير الإسرائيلي في قلب مدينة أصفهان، أما الحدث الثاني فهو الرد الإيراني عبر استهداف الناقلة التي ترفع علم ليبيريا، والتوقيت أيضا الذي يأتي بعد يوم واحد فقط من شكر الرئيس السوري بشار الأسد للدول العربية التي هبت لنجدة لبنان بعد الزلزال. إذن وبحسب المقال من الواضح أن المنطقة تشهد حاليا عودة إلى المعارك بين الحروب، فهل يمكن أن تنتقل هذه المعارك إلى حرب أوسع؟ الجواب المبدئي هو أنه ليس في مصلحة أحد نشوب حرب واسعة، لكن احتمال الانزلاق في أي لحظة ممكن، وإذا كان تصعيد التوتر هو الأكثر احتمالا حتى الآن فصحيح أن أي من الأطراف لا يرغب بالحرب حاليا، لكن التدهور ممكن جدا. سوف ننتقل الآن إلى موقع لبنان الكبير، زوم من مجلس النواب والتيار والحزب على شفير طلاق. فعلى قاعدة نداء عاجل توجه النائبان نجاة عون وغدا وملحم خلف بنداء من داخل القاعة العامة لمجلس النواب عبر تطبيق زوم. هم دعوا النواب للحضور إلى قاعة المجلس وعدم الخروج منها قبل انتخاب رئيس للدولة. في هذا السياق يشير مصدر نيابي تغييري عبر موقع لبنان الكبير إلى أن النواب مستمرون في دعم زملائهما وهم النائبين خلف وصليبة، ولكن لا قرار حتى هذه الساعة بأن هذا الدعم سيقتصر على الدعم المعنوي، وهي لا قرار بالمكوث معهما في مجلس النواب. بطبيعة الحال سيستمر النواب في هذه الزيارة داخل قاعة مجلس النواب، ولكن في ظل الشغور الرئاسي المهيمن في البلاد أكدت مصادر مطلعة لموقع لبنان الكبير أن الجمود لا يزال مسيطرا لا بالعادة إلى مربع الصفر، خصوصا بعد فشل كل الجهود والمبادرات والمساعي الداخلية، فلا توافق حاليا على أي مرشح يمكنه إخراجنا من دوامة الانقسامات والبزارات السياسية. الموضوع الأخير الذي سنوقف معه اليوم قبل انضمام ضيفنا عبر تقنية زوم وهو في صحيفة الجمهورية، فكتبت الزميلة مرلان وهبي بعدما حجب عن ملف المرفأ الضوء يعود إلى المناقلات القضائية فهل من مفاجآت. باختصار علمت الجمهورية أن عشاء جمع في بكركي البطريرك الراعي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وجرى البحث فيه عن تسوية تطيح بالقاضيين غادة عون وطارق البطار، إلا أن تردد الرئيس عبيدات وقراره عدم السير بهذه الخطوة فرملا هذه التسوية. وبحسب المعلومات في الجلسة الأخيرة لمجلس القضاء الأعلى كان أداء القاضي عبود متوازنا وشهد انسجاما ما بين الثنائي عبود عويدات عين عين، وصفته مصادر قضائية بالديل أو الاتفاق الضمني فيما بين الثنائي بعدم توسيع الخلاف القضائي وتفادي الإشكاليات التي ممكن أن تهز الجسم القضائي أكثر. أيضا قضائيا ينتظر الجسم القضائي التئام الهيئة العامة لمجلس القضاء واكتمال تشكيلات محاكم التمييز التي ما زال ينتظرها وزير العدل من مجلس القضاء الأعلى لملء الفراغات من غرفها، أما مش معضلات التشكيلات القضائية فلا تزال عالقة. وفي معلومات الجمهورية يجري البحث في إمكانية إجراء انتدابات للقضاة الذين تخرجوا من معهد الدروس القضائية في السنوات الثلاث الماضية ويقارب عددهم المئة.